معانا جزء من اللي بيحضروا الحدوته اللي هم الجمهور واللي بيساعدونا بيسمعوا الحكايه، خلاص؟ هيقولوا معانا عليه الصلاه والسلام، واحد اثنين ثلاثه. كان مكان ويحمل كلام الا نبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في مجموعه من الناس عندهم حب واخلاص. وكان وكانوا بينجحوا في الطعام من الأوائل. ويحبوا يهدوا ثلاثة. كانوا بيغسلوا وبيعيشوا حياتهم ومبسوطين. هاي. حلو كده أنا هسألك، بس إيه دلوقتي هنكمل عادي زي ما إحنا شغالين. أولاً أول ما الفرقة قالتها سارة هايلة صح؟ ونركز في الخطوة ونعنينا تبص فوق تمام، يعني تبص في مستوى النظر، يعني أنا تمام أبص على